الكلمات المتكررة عليه والأباطيل التي تقال في حقه والحملات الممنهجة التي تحاول النيل منه، إلا أن المؤتمر الشعبي العام يظل صمام أمان للوطن وعامل توازن يوقف المؤامرات ويكبح جماح المغامرات. فحينما يتجه البعض نحو الفوضى يقف المؤتمر سدا وحائلا منيعا، وحينما يذهب الكثيرون نحو الحرب يجنح المؤتمر للسلم، ليس عجزا أو ضعفا وإنما التزام بمبادئ وثوابت وقيم أصيلة ومتجذرة أساسها السلام والإخاء والبناء. سلم السلطة في 2011 وقبل بالحكومة مناصفة رغم امتلاكه الأغلبية المطلقة في البرلمان، طمع البعض في إقصائه وعمدوا إلى ذلك، وعندما رأى الوطن عرضة للأطماع قبل المؤتمر الخروج من الحكومة بالكامل ومنحها الثقة، على تنازلاته تساهم في استقرار الوطن وحفظ أمنه. يرفض على الدوام الإضرار بالوحدة الوطنية من منطلق الإيمان الثابت بالدين الحنيف والمبادئ والقيم التي تؤكد على الوحدة والتعايش السلمي بين اليمنيين جميعا، ورفض كل أشكال الفرقة والتشرذم. ومع ذلك وبعد أن عجزوا عن تقسيم البلاد يحاولون شق صفوفه من الداخل رغم الفشل الذريع لتلك المحاولات. لم يرتهن المؤتمر الشعبي العام لدولة أو لأخرى، فعلاقته عندما كان في السلطة قائمة على الندية وحسن الجوار والمصالح المشتركة بما لا يخل بمبدأ الشراكة والتعاون، مغلبا المصلحة العليا للبلاد، رافضا أي إملاءات من شأنها الإضرار بالوطن والشعب. ويبقى المؤكد أنه مهما وجهت إليه الطعنات والسهام ومهما حاول الكثيرون النيل منه، يظل المؤتمر الشعبي العام حزب الوطن وصمام أمانه، فالشجرة المثمرة هي من ترمى والجبال الراسية لا تهزها الرياح مهما كانت عاتية. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم.